الواقع الصحي الذي تعاني منه مدن متعددة في العراق يحتاج إلى نهضة كبيرة في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتطلب تقديم جهود مضاعفة لأجل تقديم خدمة للمواطن العراقي، خصوصا في محافظة مثل محافظة ميسان وهي ما تزال تعاني من نقص كبير في الخدمات. السيد وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي أعلن ومن خلال صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك عن قرب اكتمال مستشفى الحكيم في ميسان، والذي يتسع لأكثر من 400 سرير بمواصفات عالمية. هذا الخبر أيضا نال قدرا كبيرا من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، نتابع ما جاء فيه.